تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة من ضبط 229 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 27 طن خلال 24 ساعة. كما تم ضبط طنين من الأسمدة الزراعية في مجال حجب السلع الاستراتيجية وضبط قرابة 16 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 9 أطنان دقيق مدعم. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 333 قضية، من بينها 65 قضية خبز ناقص للوزن و81 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.